الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول منكم يتلو عليكم آياته ويعلمكم الكتاب والحكمة. أيها الإخوة الكرام، إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل للعالمين بدعوة دعا به آدم وبدعوة دعا بها خليل الرحمن إبراهيم حينما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نبي خلقه الله عز وجل من نوره وأثبت لنا في القرآن قوله سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لما خلق الله خلقه وملكه قبض قبضة من نوره وقال لها كوني محمدا. نبي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين يوم أن نادى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رب لا أرضى وواحد من أمتي في النار، فقال له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى. أبو بكر الصديق يكلمه يا رسول الله جالست الفصحاء والبلغاء فما وجدت أبلغ منك ولا أفصح منك ولا أهزم منك، فمن علمك ومن أدبك؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. لذلك قال له رب العالمين في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. نبي أرسل رحمة للعالمين خلقه الله عز وجل من نوره، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته، كنت نبيا وإن آدم لبين الطين والتراب. وأثبتها رب العزة سبحانه في القرآن حينما قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نبي دعا به إبراهيم ونبأ به داود وردد بها عيسى وتمنى أن يكون من أمته موسى، ولذا أثبت الله بالتوراة حينما وجد موسى صفات رسول الله أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يقابل السيئة بالسيئة إنما يعفو ويصلح. ورآه عيسى في الإنجيل وكتبه وأبلاه لتلاميذه لما قال واعلمي يا بنيتي أنه يأتي يوم لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للرب، وحينما قال هذا هو علياء المزمع فمن كان له أذنان للسمع فليسمع. وأثبتها ربنا في القرآن
لبني إسرائيل وقوله إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أثبته ربنا باسمه في القرآن أحمد وسماه محمد وسماه محمود وسماه طه وسماه ياسين وسماه بالمزمل والمدثر وشهد إليه قائلا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. أيها الإخوة الأحباب من هنا من الساحة المحمدية الإلهية نلتقي هذا الملتقى الإيماني على مائدة القرآن الكريم نلتقي الليلة ضيوفنا الليلة من أعلام الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ أحمد عوض أبو فيوض الذي نسعد بصوته عبر أثير موجات الإذاعة ونسعد بصورته عبر شاشات التلفاز المصري والعربي وكذلك فضيلة القارئ المحبوب المتقن الشيخ علي محمود شميس أيضا الذي أسعدنا فجر أول أمس بالإذاعة المصرية وهو قمر شاشات التلفاز المصري والعربي ومعنا الليلة أيضا القارئ الشيخ الدكتور أسامة الهواري صاحب عديد الروايات وجميل المقامات وهو الأستاذ بجامعة الأزهر بكلية أصول الدين فرع الزقازيق ومعنا الليلة أيضا القارئ العلم الشيخ أحمد السيد الفلاح ابن محافظة الشرقية ومدرسته الحصانية ومعنا من القليوبية أيضا هنا شيخ أحمد الجهري شيخ مسعد بدير شيخ حسن حلاوة وأعلام محافظة القليوبية كاملا. أيها الإخوة الأحبة معنا أيضا من أعلام مبتهل الإذاعة المصرية المبتهل الكروان الشيخ شعبان عبد الجيد ومعنا أيضا الليلة المبتهل الشيخ كامل العجواني ومعنا من السادة المتحدثين فضيلة الشيخ إبراهيم محفوظ إمام مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي ومعنا الليلة أيضا متحدثا القارئ الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حفظ الله. أيها الإخوة الكرام لنبدأ جمعنا هذا لنستمع بكل طراوة لصوت فيه حفاوة وجمع كله حفاوة وقارئ في صوته حلاوة فضيلة القارئ الشيخ حسن أبو حلاوة. معنا من السادة مقدم البرامج أستاذ الدكتور مصطفى العكريشي أرحب بسيادته وأخبركم جميعا أنه حينما حصلنا على تصريح من وزارة الداخلية بقامة الأمسية كان شرطها الأول المحافظة على الإجراءات الاحترازية فمعنى ذلك ممنوع منعا باتا نقل كرسي من مكانه. أنا أكرر المحافظة على الإجراءات الاحترازية ممنوع منعا باتا حتى لا تحرج نقل أي كرسي من مكانه. الإخوة الكرام هيا بنا لنعيش مع آيات ربنا وفضيلة القارئ الشيخ حسن حلاوة يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما أبا أحد من
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
يا أيها النبي صلوا عليه صاحب الذكرى العطرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان بالمؤمنين رحيما سراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة الأحباب استمعنا لما تيسر من آيات خير كتاب ومن آيات سورة الأحزاب وتلا برشد وصواب اسمه أبو حلاوة وصوته جذاب إلى ساحته تنتقل الأحباب شيخ حسن أبو حلاوة من هنا من الساحة المحمدية الإلهية لشيخها الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن بدوي وشيخها راعيها الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بدوي وشيخنا محمد عبد الرحمن بدوي هذا الولي الذي جاء إلى هذا البلد الحبيب ليقيم فيها ساحة يذكر فيها الله حي. ومن هذه الساحة ساحة الذاكرين و
وساحة المساكين وساحة إطعام الطعام وتعليم محبة سيد الأنام. أيها السادة، فراستنا الليلة الحج جمال عويس والإدارة الحج سعيد عوض، الهندسة الإذاعية إدارة الخولي السود، مصورنا الليلة المخرج ناصر صلاح، ومصورين محمد وصلاح ناصر، وفي أبو إسماعيل الشيخ محمد العزم. ضيوفنا الليلة من المصورين عمر جمال وحسن أبو عرب. أتقدم بجزيل الشكر لأهل القرآن الذين شرفوا هاهنا فضيلة الشيخ إسلام سمير، الشيخ محمد عبدين، مولانا الشيخ إبراهيم محفوظ، والشيخ موسى عبدير، الشيخ سيد محجوب، والشيخ خالد ورد، سيدنا الشيخ أحمد الفلاح، والشيخ معتز، الشيخ حسام محمد العزب، والأستاذ يحيى الجهري. أيها الإخوة الكرام،